بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. أما بعد، فلازلنا نقرأ في كلام الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، ووقفنا عند القاعدة الحادية عشرة. قال رحمه الله: القاعدة الحادية عشرة: الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. وهذه القاعدة فيها ألفاظ، وهي قوله الأصل. والأصل في لغة العرب معناه الأساس، ومنه أصل الجدار أي أساسه، وأصل الشجرة أي أساسها الذي هو طرفها النابت في الأرض. وأما الأصل في الاصطلاح يطلق بالاشتراك على عدة معان، منها الدليل، وهذا هو الغالب في إطلاق الفقهاء، فيقولون: الأصل في وجوب الزكاة قوله تعالى أقيموا الصلاة، الأصل في وجوب الزكاة قوله تعالى وآتوا الزكاة، والأصل في وجوب الصلاة قوله وأقيموا الصلاة، والأصل في تحريم الزنا قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، والأصل في تحريم النجش قوله صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا، أي الدليل في ذلك. وهذا كما قلنا هو الغالب في إطلاق الفقهاء. ويطلق الأصل على معنى آخر وهو الراجح، فيقولون: الأصل في الألفاظ العموم يعني الراجح فيها، والأصل عدم النسخ يعني الراجح، ومنه الأصل في هذه القاعدة. فقوله الأصل بقاء ما كان على ما كان يعني الراجح بقاء ما كان على ما كان. وقولهم ما كان الأولى يعني ما حصل في الوقت الحاضر، بقاء ما كان يعني بقاء ما حصل في الزمان الحاضر. وقولهم ما كان الثانية يعني ما وقع في الزمان الماضي. فالراجح استمرار الشيء الذي استمرار حكم الشيء الذي حصل في الحاضر على حكمه الذي كان في الماضي. وقوله اليقين، اليقين مرتبة من مراتب الإدراك، ومعناه في اللغة الشيء الثابت. وأما في الاصطلاح فاليقين هو الإدراك الجازم المطابق، الإدراك الجازم المطابق. فقولهم الإدراك يخرج منه عدم الإدراك وهو الجهل البسيط، كأن يسأل الإنسان عن شيء فيقول لا أدري، فهذا جهل بسيط لأن فيه عدم إدراك. وقولهم الجازم، هذا القيد
يخرج به الإدراك الذي ليس جازما، وهو الظن والشك والوهم، فإن هذه الثلاثة وإن كان فيها إدراك إلا أنه لإدراك ليس جازما. وقولهم المطابق يخرج به الجهل المركب، لأنه وإن كان إدراكا جازما إلا أنه غير مطابق، كما لو سئل شخص متى وقعت غزوة مؤتة فقال في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا جهل مركب، وإن كان صاحبه جازما بجوابه. وكذلك لو سئل إنسان من أول الخلفاء الراشدين فقال عمر بن عبد العزيز، فهذا جهل مركب مع أنه إدراك جازم إلا أنه غير مطابق. والإدراك والجهل المركب شر من الجهل البسيط، ولهذا جهل الفرق المنحرفة من هذا القبيل، من هذا النوع من الجهل، وهو الجهل المركب. ولا يعني هذا أن الجهل البسيط يسير، لأن الجهل البسيط لأحد ركني الجهل المركب، فالجهل المركب يتكون من عدم العلم الذي هو الجهل البسيط، ومن اعتقاد العلم، فالإنسان لا يعلم ويعتقد أنه يعلم، فتركب الجهل من هذين، الجهل المركب من هذين الأمرين. فالجهل البسيط جزء من الجهل المركب، فلا يعني أن الجهل المركب شر من الجهل البسيط أن الجهل البسيط لأمره يسير، ويعظم خطر الجهل البسيط بحسب المسألة التي يتعلق بها. وقوله الشك هو نوع من أنواع الإدراك أيضا، وهو إدراك الشيء مع اعتقاد ضد مساو، إدراك الشيء مع اعتقاد ضد مساو، كأن يدرك الإنسان لمجيء زيد مع اعتقاد عدم مجيئه ويستوي عنده الأمران، فهذا يسمى شكا، لأن فيه ترددا بين مجيء زيد وعدم مجيئه. فهذه هي الألفاظ القاعدة، وهي قوله الأصل بقاء ما كان على ما كان، والقاعدة الأخرى وهي التي ذكرها معها، وهي اليقين لا يزول بالشك. وهل قاعدة اليقين لا يزول بالشك قاعدة مستقلة، أو أنها بمعنى القاعدة الأخرى وهي الأصل بقاء ما كان على ما كان؟ ظاهر صنيع المصنف رحمه الله أنه يرى أنهما بمعنى واحد، ولهذا قال الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك، فظاهر صنيعه رحمه الله أنه يرى أن معناهما واحد. وهذا هو الذي قرره تاج الدين ابن السبكي في الأشباه والنظائر، فقال اليقين لا يزول بالشك، وإن شئت قلت الأصل بقاء ما كان على ما كان، أو قلت الاستصحاب. فيرى أن هذه الثلاثة بمعنى واحد. ومعنى هذه القاعدة أن الأشياء تبقى على أصولها حتى يأتي ما يغيرها، الأشياء تبقى على أصولها
الثابتة حتى يأتي ما يغيرها. فإذا تيقنا وجود شيء فإننا لا ننتقل عنه إلا إذا تيقنا تغير الحال، وسيأتي أمثلة لهذا بعد قليل إن شاء الله. فالشيء الثابت لا ينتقل عنه إلا بشيء ثابت، ولهذا يقول العلماء اليقين لا يزول إلا بيقين، اليقين لا يزول إلا بيقين. وهذه القاعدة دلت عليها السنة، وهي ما جاء في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني يجد أي يشعر بخروج ريح منه فيخيل إليه ذلك أي يتوهمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أحال على أمر متيقن، وهو سماع الصوت أو وجود الريح. أما مجرد التخيل والتوهم فلا يبنى عليه حكم ولا ينتقل عن الأصل بسببه. فهذا الحديث يدل على أن الشيء الثابت يستمر حكمه حتى يأتي ما يغيره، حتى يأتي شيء ثابت آخر يغيره. وهذه القاعدة قاعدة عظيمة جدا، وقد ذكر بعض الفقهاء أن ثلاثة أرباع الفقه ترجع لهذه القاعدة، فيدخل تحتها فروع كثيرة جدا في أبواب العبادات وأبواب المعاملات. ومن هذه الفروع أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث فإنه يبقى على الأصل وهو الطهارة، أما ولا ينتقل عن الطهارة إلا إذا تيقن وجود الحدث. وكذلك من تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يبقى على الأصل وهو الحدث ولا ينتقل عنه إلا بيقين. ومن شك هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة أشواط فإن المتيقن هو ثلاثة أشواط، فيبقى على هذا اليقين ولا ينتقل عنه. وكذلك من شك هل رضع ثلاث رضعات أو أربع رضعات فإنه يجعلها ثلاثا لأنها اليقين، ومن شك هل رضع أربع رضعات أو خمس رضعات فإنه يجعلها أربعا لأنها المتيقن، ومن شك هل طلق امرأته ثنتين أو ثلاثا فإنه يجعلها ثنتين لأنها اليقين. والحاصل أن من شك في وجود شيء أو عدمه فالأصل عدمه، لأن القاعدة أن الأصل في الأشياء العارضة العدم، ومن شك في عدد شيء فإن الأصل البقاء على الأقل كما تقدم معنا في الأمثلة السابقة. وهذه القاعدة مريحة للإنسان، فهي تريحه نفسيا لأن
الشريعة تحرص على أن تكون أحكامها تطمئن بها النفوس، وأن الناس لا يتبعون الوساوس والأوهام. فإذا حصل عند الإنسان شك فإن العلاج الشرعي لذلك أنه يتمسك باليقين ولا يلتفت للأوهام التي يلقيها الشيطان في قلبه، وهذا أمر يريح الإنسان. ومن الأمور اللطيفة لما ذكر أن رجلا جاء إلى ابن عقيل الحنبلي رحمه الله وقال: إنني أنغمس في الماء وأشك هل اغتسلت أو لا، فهل علي شيء؟ فقال ابن عقيل رحمه الله: اذهب فليس عليك شيء. فقال له أصحابه أي تلاميذه: كيف لا يكون عليه شيء؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون، وهذا الذي ينغمس في الماء ويشك هل اغتسل وعم الماء بدنه لا عقل له، فلهذا قلت لا شيء عليك. فهذه قاعدة عظيمة، وهي إحدى القواعد الخمس الكلية التي يرجع لها الفقه الإسلامي، التي عليها مدار الفقه، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها، واليقين لا يزول بالشك، والمشقة تجلب التيسير، والضرر يزال، والعادة محكمة. فهذه خمس قواعد كلية يندرج تحتها قواعد جزئية، ويندرج تحتها ما لا ينحصر من الفروع الفقهية. ولما ذكر هذه القاعدة النافعة انتقل لقاعدة أخرى فقال: القاعدة الثانية عشرة: لا بد من التراضي في جميع عقود المعاوضات وعقود التبرعات. وهذه القاعدة من القواعد التي تتعلق بالمعاملات، والتراضي تفاعل من الرضا، وعقود المعاوضات هي العقود التي يكون فيها بذل العوض من الطرفين، ولهذا سميت معاوضات، لأن كل واحد منهما يدفع للآخر عوضا، يدفع للآخر مالا أو منفعة عوض ما دفع هو له، فلهذا سميت عقود معاوضات. وعقود التبرعات هي العقود التي يبذل فيها المال أو المنفعة من غير عوض، فالعقود إما أن تكون عقود معاوضات، وإما أن تكون عقود تبرعات. وعقود المعاوضات لا بد فيها من شرط، وعقود التبرعات لا بد فيها من شرط. فأما ما يشترط في عقود المعاوضات فهو التراضي من الطرفين، فلا بد أن يكون العقد عن رضا من الطرفين. ويدل على هذا الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله سبحانه وتعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فقيد التجارة بكونها
عن تراض، وأي قيد يرد في الكتاب أو السنة فإنه يجب اعتباره ولا يجوز إهماله إلا لدليل. فقوله عن تراض هذا فيه تقييد لكون التجارة عن تراض، وإذا ورد في الكتاب أو السنة قيد فإنه يجب إعمال هذا القيد واعتباره ولا يجوز إلغاؤه وإهماله إلا بدليل يدل على ذلك. وأما السنة فما جاء عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما البيع عن تراض، فاشترط في البيع أن يكون عن تراض، وهذا هو الأصل في البيع ويقاس عليه سائر عقود المعاوضات لأنها في معناه. فالإجارة مثلا لا بد فيها من التراضي لأنها في معنى البيع، فهي عقد معاوضة وإن كانت واردة على منفعة لا على عين. وكذلك عقد النكاح لا بد فيه من التراضي لأنه يعتبر من عقود المعاوضات. ولا يستثنى من ذلك إلا ما دل الدليل على استثنائه، وهو من أكره على عقد بحق أو على فسخ بحق. فمن أكره بحق على عقد أو فسخ فإن هذا الإكراه صحيح. ولهذا أمثلة، من هذه الأمثلة أن الإنسان إذا وجب عليه وفاء دينه، إذا وجب عليه سداد الدين، لكنه امتنع من ذلك، فإن الحاكم يكرهه على الوفاء، وهذا الإكراه إكراه صحيح لأنه إكراه بحق. والرضا هنا لا يعتبر، لأننا لو قلنا الرضا لا بد منه لأدى ذلك إلى ضياع حقوق الآدميين وتلاعب الناس بالحقوق. وكذلك لو أن إنسانا آلى من امرأته، يعني حلف أنه لا يطأها في قبلها أكثر من 4 أشهر، فإنه إذا مضت 4 أشهر يطالب بالفيئة، يعني يطالب بالجماع. فإذا امتنع من ذلك فإن الحاكم يكرهه على الطلاق، وهذا الإكراه إكراه بحق ولا يشترط هنا الرضا، لأنه لو اشترط الرضا لأدى ذلك إلى إلحاق المضرة بالزوجة، والشريعة لا تأتي بما يترتب عليه ضرر. والضابط فيما يجوز فيه الإكراه هو أن من امتنع من أداء واجب، أن من امتنع من الإتيان بواجب فأكرهه عليه من يجوز له الإكراه فإن هذا إكراه بحق. فمن امتنع من أداء ما يجب عليه فأكرهه عليه من يجوز له الإكراه فإن ذلك يعتبر إكراها بحق. ومما
يجب أن يعلم أن الشريعة لا تستثني شيئا من أصل عام إلا لمصلحة، إلا إذا كانت مصلحته راجحة، وهذا يشمل سائر الاستثناءات في الشريعة. ومن ذلك هذه القاعدة التي معنا، وهي أن التراضي لا بد منه في سائر العقود إلا ما استثني، وهذا الاستثناء إنما استثني في الشريعة لما يترتب عليه من الخير والمصلحة. ومما يتعلق بالرضا في العقود أصل مهم جدا، وهو أن رضا المكلف تابع لرضا الشارع، رضا المكلف تابع لرضا الشارع. وبناء على هذا، لو أن شخصين تراضيا على عقد محرم فإن هذا العقد عقد فاسد ولا يبيحه الرضا، لأن رضا المكلفين لا بد أن يكون تابعا لرضا الشارع. ومثال ذلك لو أن شخصين تراضيا على عقد ربا أو على عقد فيه جهالة وغرر فإن هذا العقد عقد فاسد، فإن قالا نحن متراضيان على ذلك فالجواب على هذا أن هذا الرضا لا يفيد صحة العقد لأنه مخالف لرضا الشارع. وكذلك لو أن رجلا وامرأة تراضيا على نكاح شغار أو على نكاح متعة فإنه يحكم ببطلانه، فإن قالا نحن متراضيان على ذلك فيقال هذا التراضي لا يفيد صحة النكاح لأنه مخالف لرضا الشارع. فإذا رضا المكلف لا بد أن يكون تابعا لرضا الشارع. هذا ما يتعلق بالشرط الذي يشترط في عقود المعاوضات، وهو التراضي. وأما عقود التبرعات فيشترط لها طيب النفس، يشترط أن تكون النفس طيبة بالتبرع، ويدل على هذا قوله سبحانه وتعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فقوله كلوه هذا أمر للإباحة، وقد قيده بقيد وهو طيب لنفس الزوجة بأخذ الزوج لبعض المهر، ولهذا قال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه، فقيد الأكل بطيب النفس. والقاعدة التي تقدمت معنا أن أي قيد يرد في النصوص لا بد من اعتباره إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك. وبناء على هذا، لو أن إنسانا دفع مالا لآخر من غير إكراه لكن نفسه ليست طيبة بذلك، وإنما دفع المال محرجا منه، فإنه لا يجوز له أخذه، لأن النفس هنا ليست طيبة بدفع المال وإنما محرجة بذلك. وإن قيل ما وجه التفريق بين عقود المعاوضات وعقود
التبرعات، فعقود المعاوضات اشترط فيها التراضي، أما عقود التبرعات فاشترط فيها أمر زائد على الرضا وهو طيب النفس. فما وجه الفرق بينهما؟ والجواب على ذلك هو ما ذكره لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقود وفي القواعد النورانية، من أن المتبرع لم يبذل له شيء من المال حتى يرضى، ولكنه دفع ماله لغيره، فلهذا لا بد من زيادة على الرضا، وهي أن تكون نفسه طيبة بذلك. وهذا الشرط يدلنا على عظمة الشريعة ومحافظتها على حقوق الآدميين، حتى لا يستغل أهل الجشع والطماعون أخذ أموال الناس بسيف الحياء. فإذا عرف الإنسان أن المتبرع إنما دفع المال له بسيف الحياء محرجا منه أو حتى لا يسمع به أو يهجوه، فإنه لا يجوز له أن يأخذ ماله، فإذا أخذه فإن ذلك يكون أخذا للمال بغير حق. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فلا يجوز للإنسان أن يأكل مال أخيه بالباطل. وهذه قاعدة ضابطة لعقود المعاوضات وعقود التبرعات. فعقود المعاوضات لا بد فيها من الرضا من الطرفين، وعقود التبرعات لا بد فيها من طيب النفس من المتبرع. وإذا كان الإنسان طيب النفس بما دفع، فإنه يلزم من ذلك أنه راض بما دفع، أو أنه ليس راضيا، يلزم من هذا أنه راض بما دفع، لأن طيب النفس رضا وزيادة. فإذا وجد فلا بد في عقود المعاوضات من الرضا، ولا بد أيضا في عقود التبرعات من طيب النفس، وطيب النفس يلزم من وجوده وجود الرضا ولا عكس. فقد يكره الإنسان على دفع المال ونفسه ليست طيبة بهذا. قال القاعدة الثالثة عشرة: الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي. قوله الإتلاف يعني إفساد، الإفساد للأموال أو للنفوس. يستوي فيه يعني يستوي في ضمان المتلف المتعمد، وهو الذي قصد الإتلاف، والجاهل والناسي، لأن الناسي غير قاصد. وباب النسيان والجهل باب واحد، فما عذر فيه بالجهل يعذر فيه بالنسيان، فما يعذر فيه بالنسيان يعذر فيه بالجهل، وما لا يعذر فيه
بالنسيان لا يعذر فيه بالجهل، لأن بابهما واحد كما يقول ذلك أهل العلم. فإن قيل ما سبب التسوية في الإتلاف بين المتعمد والجاهل والناسي؟ والجواب على ذلك أن سبب التسوية بينهم هو أن الإتلاف يتعلق بحق آدمي، وما تعلق بحق آدمي يستوي فيه العمد والجهل والنسيان، لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة بخلاف حقوق الله سبحانه وتعالى، فإنها مبنية على المسامحة، فهما يستويان من هذا الوجه، لكنهما يفترقان من وجه آخر، وهو الإثم والعقوبة في الدنيا والآخرة. فمن أتلف مال غيره متعمدا فإنه يأثم ويجب على الحاكم عقوبته، إما بسجن وإما بغير ذلك مما يراه على وجه التعزير، وهو متوعد بالعقوبة في الآخرة، بخلاف من أتلف مال غيره ناسيا فإنه وإن وجب عليه الضمان وساوى في ذلك المتعمد، إلا أنه لا إثم عليه بسبب النسيان، وليس متوعدا بالعقوبة. ويدل على هذا قوله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى قال: قد فعلت. فالله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ العبد بسبب النسيان، بمعنى أنه لا يرتب الإثم على ما جاء به ناسيا. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، يعني وضع عنهم إثم ذلك. وبناء على هذا فإن قول المصنف رحمه الله الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناس، يعني في ضمان المتلف. أما في الإثم والعقوبة الدنيوية والأخروية فهما لا، فالمتعمد لا يساوي الجاهل والناس. وعلى هذا لو قال قائل: هل يستوي المتعمد والجاهل والناس؟ فالجواب أن هذا فيه تفصيل، وذلك بأن يقال: المتعمد والجاهل والناس يستويان من وجه، يستوون من وجه ولا يستوون من وجه آخر، فهم يستوون في وجوب الضمان إذا أتلفوا مالا أو نفسا، ولا يستوون في الإثم والعقوبة، فالمتعمد لا يستوي مع الناس والجاهل، لأن المتعمد يأثم ومتوعد ويعزر في الدنيا ومتوعد بالعقوبة في الآخرة،
بخلاف الناس فإنه لا إثم عليه لدلالة النصوص التي تقدم سوقها. ولو أن شخصا قتل صيدا وهو محرم أو وهو في الحرم، فهل يجب عليه الضمان لو أنه قتله متعمدا أو جاهلا أو ناسيا؟ هل يجب عليه الضمان أو لا يجب عليه ذلك؟ وكذا لو قتله في حدود الحرم وهو متعمد أو جاهل أو ناسي، هل يجب عليه ضمان ذلك؟ والجواب أن هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. القول الأول أنه يجب الضمان على الجميع، لأن هذا إتلاف، ومن أتلف شيئا وجب عليه ضمانه، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة وهو أحد قولي أهل العلم. والقول الآخر أنه يجب عليه الضمان إذا كان متعمدا، يعني تجب عليه الفدية إذا كان متعمدا. أما إذا كان ناسيا فلا تجب عليه الفدية، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فقوله فجزاء هذا خبر بمعنى الأمر، يعني ألزموه بالجزاء، أو بمعنى أنه يلزم أو أن الخبر باق على أصله ويكون معناه فيلزمه جزاء مثل ما قتل من النعم. وهذا الحكم وهو لزوم الجزاء قيده الله سبحانه وتعالى هنا بوصف وهو التعمد، فقال متعمدا. وأي وصف يذكر في نص من الكتاب أو السنة لا بد من اعتباره، ولا يجوز إهماله إلا بدليل، فيكون هذا الوصف مخصصا لعموم الآية في قوله عز وجل: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فإن من هنا اسم شرط بدليل الفاء في قوله فجزاء مثل ما قتل من النعم، وأسماء الشرط تدل على العموم، فيعم من قتل متعمدا أو غير متعمد، لكن الوصف في قوله متعمدا يخصص من ليس متعمدا ويخرجه من عموم هذه الآية، فيدل على أن وجوب الجزاء إنما يجب على من كان متعمدا، وهذا التخصيص الوارد في الآية من باب التخصيص بالمفهوم، من باب التخصيص بالمفهوم، فإن مفهوم قوله متعمدا أن من كان ناسيا لا يجب عليه الجزاء. وهذا القول اختاره طائفة من أهل العلم، منهم المصنف رحمه الله في عدد من كتبه، ومنها شرحه لهذه القواعد. ومما يتعلق بهذه القاعدة قاعدة التسبب والمباشرة، وهي أن الإتلاف يستوي فيه
المباشرة والتسبب، فمن باشر إتلاف شيء وجب عليه ضمانه، ومن تسبب في إتلاف شيء وجب عليه ضمانه، لأن التسبب نوع، لأن المباشرة تسبب، لكنها لأن المباشرة سبب، لكنها سبب قريب. وإيضاح ذلك، لو أن شخصا حفر بئرا في طريق يسلكه الناس، فنقول لو أن زيدا حفر بئرا في طريق الناس، فجاء عمرو ودفع محمدا في البئر وهلك، هلك محمد، فإن عمرا مباشر لهلاك محمد لأنه دفعه في البئر. وأما زيد الذي حفر البئر فإنه متسبب، فاجتمع عندنا مباشرة وتسبب، والمباشرة سبب قريب، فلهذا يجب الضمان على المباشر. أما الذي حفر البئر في طريق الناس فيجب تعزيره، ولو أنه حفر البئر ثم جاء في طريق الناس ثم جاء إنسان يمشي وسقط فيها، فإنه يجب عليه الضمان لأنه متسبب في الإتلاف. فالمباشرة والتسبب يستويان في وجوب الضمان عند حصول الإتلاف. فإن قيل ما هو ضابط المباشرة والتسبب، أي كيف نعرف الفرق بين المباشرة والتسبب؟ فالجواب على ذلك أن المباشرة يحصل بها الإتلاف من غير واسطة، فالمباشرة يحصل بها الإتلاف من غير واسطة، كما تقدم معنا في المثال السابق، فإن عمرا دفع محمدا في البئر فهلك، فهذا الفعل حصل به التلف من غير واسطة. أما التسبب فهي أن يتوسط بين الفعل والتلف فعل إنسان مختار، أن يتوسط بين الفعل والتلف فعل مختار، كما تقدم في المثال السابق، فإن زيدا حفر البئر وحفرها في طريق الناس، وعمرا دفع محمدا في البئر وهلك، فتوسط بين حفر البئر وهلاك محمد فعل مختار، وهو فعل من؟ وهو فعل عمرو. فإذا التسبب الذي هو حفر البئر حصل بينه وبين التلف فعل إنسان مختار، وهو فعل عمرو، فلهذا يقولون التسبب هو أن يتوسط بين الفعل والتلف فعل مختار. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة، وهي قاعدة نافعة في أبواب الإتلاف في حقوق الآدميين، ونقف عند هذا الحد، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي وللجميع العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين.